السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وبخير. هنعمل سوا مع بعض النهاردة مشنكح أحلى وأطعم بكتير كمان من بتاع المحلات. اللي حابب إن شاء الله يعمل لنا لايك، واللي لسه مشتركش إن شاء الله يشترك معانا. هي مكوناتنا سجق وممبار. الممبار أنا مجهزاه حتى يعني محمرة شوية، ولحمة قطع وكبدة ولحمة ستيك فيها حتة عظمة كده، ولو مش يعني ما فيش ستيك وفي ضاني بيبقى أفضل، وجوزين وجوز حنين. هناخد معانا بقى الحاجات دي، كل ده متبلينه في ملح وفلفل وبصل والسبع بهارات، بس شايلين البصل على قد ما نقدر عشان واحنا بنشوح الحاجات دي على الجريل البصل ما يتحرقش معانا ويبقى شكله مش ظريف. احنا هنشوح كل الحاجات دي وبعدين يعني هنوصلها لتسوية مثلا 30% في التشويح، بعدين هنحطها كمان لسه على النار، وبعد كده كمان ندخلها الفرن. هي في النهاية هتبقى طاجن، طاجن مشنجة ان شاء الله يعجبك. ممكن نحط الحاجات جنب بعضها، يعني مش لازم كل حاجة لوحديها. هما في النهاية كل ده هيبقى في طاجن واحد، عشان بس الوقت نشوح كده سوا. بالنسبة بقى للحمام، ما ينفعش نجيب الحمام كبير، الكبير قوي بيحتاج تسوية وقت طويل قوي، مش هينفع مع الحاجات دي. وكمان يعني انا يعني جبت متوسط وسويته يعني ربع تسوية، سلقته ربع سلقة كده. الوصفة دي بتتقدم في المحلات الكبيرة وبتبقى جميلة جدا وبتشد الناس، بس هي مش معروفة في البيوت المصرية عموما، وهي فعلا بتبقى حلوة قوي يعني. ان شاء الله تعجبكم وتعملوها على طول. لسه شوية الحمام بدأ ياخد لون احمر. كلنا سمعنا عن الاكله دي في فيلم عادل امام، بس يعني اغلبنا ما يعرفهاش. انا كمان برضو عرفتها يعني محل كده عجبتني وطلبتها، ومن ساعتها بعملها في البيت. الستيك شكله رائع، لونه حلو جدا، ريحه التتبيله واو حكايه. الحمام اهو خلاص قرب. بس
السلام عليكم ورحمه الله. رجعت لكم تاني بعد ما كل حاجه خلاص اتشوحت، وادي شكلها كل حاجه اتشوحت معانا. بصوا بقى احنا كده هنزود على كل اللحوم بتاعتنا دي رشه فلفل، هنحط عود قرفه حلو كده جميل، وهنحط كام واحدة قرنفل كده، ورشة ملح كده صغيرة، وهنحط معانا كوباية مية، وهنسيبها تكمل مع نفسها. دلوقتي بقى هنعمل العجينة. تمام، هنعمل ايه بقى؟ هنحط هنا كوباية دقيق واحدة، نحط معاها رشة سكر صغننة، رشة ملح صغيرة، هنحط تقريبا معلقة زيت كده، نقلب العجينة كويس. قلبنا كده الزيت كويس والملح والسكر، نحط معانا بقى ايه، حبة مية صغيرين قد ربع كوباية، ونقلب واحدة واحدة كده المية واحدة واحدة خالص علشان العجينة ايه ما تبقاش طرية، احنا عايزينها ماسكة نفسها. لسه نحط لها الربع التاني ونقلب، لو احتاجت مننا تتلم بشوية دقيق برضو نقول. هتحتاج تتلم بشوية دقيق. حط كده ايه معلقة، كده بقى نبدأ نستعمل ايدينا. طب انا على ما الم العجينة تكون الحاجات بتاعتنا الجميلة دي قربت من السوا بنسبة مثلا 75%، بعدين اوريكم هنعمل ايه بالعجينة وازاي هندخلها الفرن. السلام عليكم ورحمة الله. رجعت لكم تاني بعد كل المكونات بتاعتنا ما بقت تقريبا 75% من النضج، ومعانا طاجن حاطين فيه بطاطس متقطعة من تحت وشوية زيت. هنضيف بقى كل المكونات في الطاجن، لكن الممبار ما بيتحطش في الصينية على النار مع اللحوم، ده بيتضاف في الاخر لانه تقريبا بيبقى جاهز. ننزل حاجتنا كده نقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واحدة واحدة كده ننزل الحمام واللحوم. شكله معانا لسه بقى هندخله الفرن، بس قبل ما ندخله عايزين نحط العجينة بتاعتنا اللي هتكتم البخار وهتخلي البخار يكمل التسوية بتاعتنا بجميع روائح بقى الحاجات دي مع بعض، بتبقى خرافة وحلوة جدا. نحط شوية فلفل كده على الوش، فلفل ألوان، نضيف الممبار على الوش كده،
نركن بقى ده شويه. الصينيه بتاعتنا دي اكبر من الطاجن شويه. هنعمل ايه؟ ندهنها زيت خفيف كده ونفرد فيها العجينه بتاعتنا. انا جايباها لي اكبر من الطاجن لان العجينه بتاعتنا هتلف الطاجن من بره. بسم الله كده ونفرد. بسم الله الرحمن الرحيم. واحده واحده كده تفرد معانا ان شاء الله. نشدها كده. ولو اتقطعت منك مفيش اي مشكله، الزقيها في بعض، ضميها على بعض هتمسك تاني. تمام كده معانا العجينه جاهزه. العجينه دي بنشيلها كده، ننفض الدقيق بالراحه وبنلفها بسم الله فوق الطاجن. شيل دي، نقفل بيها الطاجن بتاعنا. نقفلها كده من على الطروف عادي. ندوس عليها بايدينا كده بتقفل، مفيهاش اي مشكله خالص. هنا معانا طبق فيه بيض ولبن ورشه ملح ورشه فلفل. ندهن الوش بالراحه والطروف. ونحط على الوش رشة سمسم حلوة. ده أحلى مشنكاح هتدوقوه وهتبقوا خبرة فيه، هتعملوه أحسن من المحلات بعد ما تجربوا الوصفة الحلوة دي. دلوقتي بقى هيدخل الفرن وبعدين هوريه لكم بعد ما يتم النضج. السلام عليكم ورحمة الله، ورجعت لكم مع أحلى وصفة مشنكاح هتجربوها وتعجبكم ان شاء الله. ده طاجن المشنكاح بعد ما طلع من الفرن، شكله رائع. وعملت جنبه رز اصفر عادي جدا ببودر زعفران. ان شاء الله نعمل ايه فيديو عن الرز. بس نفتح بقى كده. بسم الله شكله رائع. نطلع بقى هنا معانا، نغرف منه. يعني نطلع الحمامة الحلوة دي نحطها كده، نغرف طبقنا ونزوقه علشان حبايبنا اللي ايه هياكلوا معانا. شكله رائع وتحفة. خليكي هنا شوية. نطلع ايه تاني؟ ممكن نطلع معانا سجق يا جماعة. بسم الله نطلع حتة لحمة حلوة كده. احنا بقى عايزين نقفل دي كده، نحط على وشها حتة اللحمة الحلوة دي. وألف هنا وشفا، وإن شاء الله الوصفة تعجبكم. واللي حابب يعمل لايك واللي لسه ما اشتركش إن شاء الله يعمل اشتراك معانا عشان توصلوا أحلى وصفات. ميرسي ليكم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.